بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج، وعظم الله جورنا وأجوركم باستشهاد سيدتنا ومولاتنا بنت العلياء فاطمة سلام الله عليها. يروي آية الله السيد محمد رضا الشيرازي قدست روحه الزكية أن الشيخ عبد الزهراء الكعبي رضوان الله عليه في يوم من الأيام وفي مجلس من مجالس عاشوراء في دولة البحرين، وكان يلقي محاضرة حول السيدة فاطمة عليها السلام، وتفاجأ بعد المحاضرة بأن أحد الرجال التجار البحرانيين قال له: أريد منك أن تعقد مجلسا في بيتي على السيدة فاطمة عليها السلام. أخبره صاحب المجلس الذي كان فيه بأن هذا الرجل هو من أهل السنة وليس على خطنا، إنما هو من الخط الآخر. فقال هذا الرجل السني البحراني التاجر: قال لي الشيخ عبد الزهراء الكعبي: أريد منك أن تقرأ مقتل السيدة فاطمة عليها السلام كما تقرأه أنت بالضبط لأتباع أهل البيت عليهم السلام، ولا تنقص منه حرفا واحدا، أريده كما تقرؤونه أنتم. الشيخ عبد الزهراء الكعبي قال لهذا الرجل التاجر الخليجي: لماذا وما قصة هذا المجلس؟ فقال هذا التاجر السني الخليجي، قال: في يوم من الأيام دخلت إلى البيت وتفاجأت بأن زوجتي تبكي وتلطم على رأسها، وعندما سألتها عن السبب قالت: إن ولدنا الوحيد قد دخل شيئا في بلعومه ولا يستطيع أن يخرجه، وهو يتنفس بصعوبة كبيرة، وهذا هو الولد الوحيد الذي لدينا، الطفل الوحيد الذي لدينا في البيت. يقول: أنا فورا أخذته بالسيارة إلى المستشفى، وعجز الأطباء عن إخراج هذا الشيء من فمه، وكانت عبارة عن عملة نقدية، وأراد الله سبحانه وتعالى ألا تقف مباشرة في مكان التنفس 100%، وإنما كان وقوفها بنسبة 90%، هناك تنفس بسيط. فقال أحد الأطباء: عليك فورا أن تأخذه من المستشفى هذه إلى المستشفى الفلانية، هناك أطباء أكثر خبرة واختصاص في هذا الموضوع. يقول هذا التاجر الخليجي السني: أخذت ولدي بسرعة أنا وأمه في السيارة، وعندما وصلنا هناك نظر الطبيب المختص والحاذق في هذا المجال، قال بأن طفلك سيموت لا محالة، نسبة نجاح العملية 10%، وبقاءه بهذه الصورة لن يطول إلا لساعات قليلة وينتهي التنفس تماما. فقال: إذا أردت أن أجري له عملية عليك أن توقع على هذه الأوراق. فيقول الأب هذا التاجر السني: لم يكن أمامي أي خيار آخر، فوقعت على هذه الأوراق جميعا، وكانت العملية تجري على مسؤوليتي تماما، ولكن فكرت في لحظة من اللحظات بأن هؤلاء البشر وهؤلاء الأطباء مهما قرروا ومهما فكروا ومهما فكرت أنا بشكل سيء، يبقى القرار الأول والأخير لله سبحانه وتعالى، الأعمار بيد الله سبحانه وتعالى. وفكرت في نفسي بيني وما بين نفسي، أتوسل بمن، أتوجه بمن، توجهت بفلان وفلان وفلان لم ينفعوا تماما. وقع في قلبي فورا أن أتوسل بالسيدة فاطمة عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت: يا سيدتي يا مولاتي يا فاطمة، إذا ما نقذت ولدي هذا الوحيد فأنا أعقد مجلسا في بيتي وأقرأ مقتلك كيف قتلتي من دون أي نقص،
وأتكلم عن الحقيقة التي قد أخفيت، عن حقيقة مقتلك الفظيع. يقول: وأنا في هذه الحالة وأنا أبكي، خرج هذا الطبيب وهو مستغرب مندهش، وقال لي بأن ما حدث الآن في صالة العمليات إنما هي معجزة إلهية، من المستحيل أن تكون هذه يد بشرية، إنما هي يد غيبية. فقلت له: ماذا جرى؟ فقال: هذا الطفل فجأة في لحظة واحدة عطس، وعندما عطس خرجت هذه العملة النقدية التي هي من المستحيل أن تخرج بالظروف العادية والطبيعية، من المستحيل أن تخرج، فخرجت هذه العملة النقدية، والآن طفلك جالس داخل صالة العمليات ولا يحتاج إلى أي عملية. فبكيت وبكت أمه كثيرا، وقلت له: هل تعرف؟ كان هذا الطبيب مسيحي، فقلت له: هل تعرف محمد؟ قال: نعم أعرف. قال: أنا توسلت بابنته السيدة فاطمة عليها السلام ونذرت هذا النذر، وهذا الطبيب المسيحي مع مجموعة من الذين كانوا معه من الأطباء جاءوا إلى المجلس الذي قد عقدته على السيدة فاطمة عليه السلام، عقدته للسيدة فاطمة، وعرفوا مظلومية السيدة فاطمة عليها السلام. وبدأت دائما وأبدا أتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بالسيدة فاطمة عن طريق قراءة مقتلها الشريف من دون أي نقص ومن دون أي حذف لحرف واحد، ولطالما رأيت البركات من وراء ذلك. فأنا أدعوك الآن لقراءة مقتل السيدة فاطمة عليها السلام. السيد رضا الشيرازي رحمة الله عليه يقول: إذا لقضاء الحوائج الصعبة والتي يعجز البشر عن حلها وعن إيجاد طريق لها، أو لا يمكنهم أن يساعدوك في هذه القضية بالشيء، ما عليك إلا أن تقرأ مقتل السيدة فاطمة عليه السلام، ولو بينك وبين نفسك، ولو بينك وبين أهلك. اقرأه في البيت، إذا لم تستطع أن تعقد مجلسا اقرأه في البيت لوحدك أنت وأهلك، هذا يعتبر مجلس، واقرأه كاملة، وحاول أن تبكي على مصاب السيدة فاطمة عليه السلام، ثم اطلب حاجتك، فإنها مقضية حتما وقطعا إن شاء الله. برنامج صباحات ولا أي أمين محمد، خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام. ولا تنسونا من فاضل دعواتكم، خصوصا في هذه الأيام والليالي، أيام وليالي السيدة فاطمة سلام الله عليه. كذلك نحن إن شاء الله من انساكم من الدعاء والزيارة في مرقد الإمام الحسين، في مرقد أبي الفضل العباس سلام الله عليه بهذه المناسبة الأليمة. إذا أحببتم سجلوا أسماءكم إن شاء الله ونكون في خدمتكم. حياكم.